ما حكم من خرجوا لأداء العمرة من جدة فلما طافوا بالبيت وشرعوا في السعي سعى بعضهم شوطين والبعض الآخر ثلاثة أشواط، ثم لم يستطيعوا أن يكملوا السعي لأجل الزحمة الشديدة في تلك الليلة وهي ليلة 27 من رمضان الماضي، فخافوا على أنفسهم من الموت أو الضرر، فعادوا إلى بيوتهم من غير حلق ولا تقصير ولم يفعلوا شيئا حتى الآن، ماذا عليهم جزاكم الله خيرا؟ أقول إني أنصح هذا السائل ومن كان على شاكلته ممن يفعلون الخطأ ثم لا يبادرون بالسؤال عنه، هذا تهاون عظيم بدين الله وشرعه، وعجبا لهذا وأمثاله أن يقدموا ليلة 27 لأداء العمرة، وأداء العمرة في رمضان سنة، ثم ينتهكوا حرمة هذه العمرة فلا يكملوها، ثم لا يسألون عما صنعوا. نسأل الله لنا ولهم الهداية. اللهم آمين. ونحن نتكلم أولا على مشروعية العمرة ليلة 27. نعم طيب. وعلى ما صنعوا من قطع هذه العمرة. أما الأول وهو مشروعية العمرة في ليلة 27 فنقول إنه لا مزية لليلة 27 في العمرة، وإن الإنسان إذا اعتقد أن لليلة 27 مزية في أداء العمرة فيها فإن هذا الاعتقاد ليس مبنيا على أصل، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أدى العمرة في ليلة 27 من رمضان فله كذا وكذا، ولم يقل من أدى العمرة في ليلة القدر فله كذا وكذا، فقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والعمرة ليست قياما. ثم نقول من قال إن ليلة القدر هي ليلة 27، ليلة القدر قد تكون في 27 وقد تكون في 25 وقد تكون في 23 وقد تكون في 29 وقد تكون في الأشفاع في ليلة 22 و24 و26 و28 و30، كل هذا ممكن. نعم أرجاها أرجى الليالي ليلة 27، وأما أنها هي بعينها كل عام فلا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أري ليلة القدر وأنه يسجد في صبيحتها أي في صلاة الفجر من صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت الليلة ليلة 21 فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر وسجد في الماء والطين في صبيحة تلك الليلة ليلة 21. إذن فليلة القدر تتنقل، قد تكون هذا العام في 27 وفي العام الثاني في 29 أو في 25، فليست متعينة ليلة 27. ولهذا نرى أن من الخطأ أن بعض الناس يجتهد في القيام ليلة 27 وفي بقيه الليالي لا يقوم، كل هذا بناء على الخطأ في تعيين ليلة القدر. والخلاصة أنه لا مزية للعمرة في ليلة 27، وأن ليلة 27 ليست في ليلة القدر بعينها دائما وأبدا، بل تختلف ليلة القدر، ففي سنة تكون ليلة 27 وفي السنة الأخرى في غير هذه الليلة، أو في الليلة وفي السنوات الأخرى في غيرها، وهذا أمر يجب على المسلم أن يرفع اعتقاده فيه، أي أن يرفع أن للعمرة في ليلة 27 مزية، وأن ليلة 27 هي ليلة القدر في كل عام، لأن الأدلة لا تدل على هذا. أما بالنسبة لعمل السائل فهو عمل خاطئ مخالف لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، والسعي من العمرة بل هو ركن فيها، وعلى هذا فيجب عليهم الآن أن يلبسوا ثياب الإحرام وأن يذهبوا فيسعوا ويقصروا تكميلا لعمرتهم السابقة، وأن يتجنبوا من الآن جميع محظورات الإحرام مع التوبة والاستغفار من هذا الذنب الذي فعلوه. نعم بارك الله فيكم.